5 كيلو ديال السميده، 5 كيلو فيها المويه والرقيقه والغليظه، لا مارك ديال ساميه، غير ويتوبو 79، راها رخيصه البنات. كاتها انتما هي الحاد كات جبت لكم السميد ديال المسمن، ديال المسمن والخبز البنات، ها هو السميد الرقيق البنات، هذا كيجي رقيق بزاف، راه كيجي واعر في المسمن والخبز الاخوات. البنات جبت لكم الباط في يدي، وجبت لكم باط ديال البيتزا البنات، ها هما الاخوات حلال، ها هي البنات حلال. هذه الكسكسو ديال البلبوله البنات، راه واعر واعر الاخوات، شي حاجه مانيفيك البنات. البنات ها المسمن، المسمن في 5 ديال لي بياس، ها المسمن معمر بالفرماج، وها المسمن معمر بالخضره الاخوات. البنات راه زوينه زوينه البنات، عن تجربه البنات، هذه هي اللي كنستعمل انا، هذه اللي كنستعمل البنات، راه زوينه، فيها 10 ديال لي فيز زوينه الاخوات. الثمن ديالها اورو 39. السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا رب تكونوا بألف خير. المهم البنات، جيت اليوم بغيت ندير لكم واحد الدويره في الغيوم حلال ديال كارفور كاين البنات، نشوف واش كاينه شي بروموسيون. المهم خليكم معايا، اما تمشيو فين البنات؟ بكسكسو داري كيجي على هذا الشكل، هذا الفين هذا الفين، هذا الرقيق، هذا فيه كيلو البنات، راه كيجي رائع الكسكسو داري الاخوات. فالكسكسو كيعجبني بزاف، دير 3.95 الاخوات. كاين هذا الكسكسو، هذا حتى هو هذا ديال ساميه، هذا البنات لا مارك ديال ساميه، حتى هو رقيق البنات، فيه كيلو، الثمن ديالو 2.39 الاورو. كاين هذه السميده حتى هي هذه البنات ديال ساميه، فيها كيلو 2.49 الاورو، هادو كلهم البنات لا مارك ديال ساميه. يعني زوينه حتى هاد لا مارك البنات، راها زوينه 2.69 الاورو. كاين هذا الموديل، هذا البنات هذا المويان، هذا هذه المويان البنات، كتجي شويه ما غليظه ما رقيقه البنات، زوينه هذه حتى هي، الثمن ديالها 2.45 الاورو، فيها كيلو الاخوات. درتكم واحد الجوله هكا، كاين البنات هذا الكسكسو، هذا ديال البلبوله، حتى هو ديال لا مارك ديال داري. العشاق الكسكسو ديال البلبوله البنات، راه كيجي واعر البنات الكسكسو ديال البلبوله. فنيون هذا ديال داري الاخوات، 4.45 اورو، كيجي زوين وصحيه بزاف البنات. الكسكسو نص كيلو ديال داري، راه ما كتلقاوش البنات في اي بلاصه، انا البنات البنات كنصور في كارفور كيلي، هذا راه نص كيلو البنات، الثمن ديالو 2.39 الاورو، ها هو يا اختي. كاين البنات هذه السفه، لعشاق السفه بحالي انا، كنحماق على السفه. ها انت يا البنات بغيتو تعرضوا عليا، ديروا لي غير السفه. كتعجبني السفه البنات، زوينه. هذه لا مارك ديال زكيه، فيها كيلو في النوع، فيها غير 500 غرام البنات، قال لك كطيف في 3 دقائق، الثمن ديالها 1.39 اورو. فهذه هي اللي كناخذ انا ديما، هذه البنات لا مارك ديال داري، ديما كناخذ النيت هنايا من كارفور. الشعريه الصفه داري هذه البنات، راه ساهله ساهله زوينه، هذه الثمن ديالها 2.9 اورو البنات، 2.9 اورو، فيها 500 غرام. ايوا وكاين هذا البنات، هذه الشعريه ديال داري، هذه ما كتجيش رقيقه بزاف، كتجي مويان، فيها 500 غرام، كطيب 7 دقائق حتى هي الاخوات، 2.65 اورو. غير خليكم معايا نشارك معكم، تبارك الله الخير 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 موجود. زوينه هذه الشعريه، هذه حتى هي ديال داري، كيف قلت لكم الثمن ديالها 2.65 اورو. العدس يا اختي عندهم لا مارك ديال ساميه، فيه كيلو البنات هذا العدس، هذا الثمن ديالو 2.75 اورو. وكاينه هذه اللوبيه، هذه حتى هي لا مارك ديال ساميه، زوينه فريمون، كناخذهم من عندهم، كناخذها من عندهم انا بزاف، فيها كيلو، الثمن ديالها 2.29 اورو. وكاين هذا العدس الاحمر، هذا حتى هو صحي، فيه كيلو البنات، حتى هو كيلو، الثمن ديالو 3 اورو 15. وكاينه الصوجا يا اختي، ها انت ها الصوجا البنات، فيها كيلو حتى هي الصوجا البنات، الثمن ديالها 3 اورو 55. وكاين يا اختي الحمص، الحمص البنات الثمن ديالو 3 اورو 45 كيلو، هادو كلشي ديال ساميه. وكاينه اللوبيا البنات 3 اورو 95 اللوبيا البنات كيلو. الحمص هذا البنات، هذا الثمن ديالو 3 اورو 25، ديري لي 5 اورو 55 البنات. اللوز رخيص في كرون فري، راني درت لكم واحد الفيديو في كرون فري، غادي نخليه لكم البنات في اول تعليق. عرفتي راه اللوز 800 غرام غير 4 اورو البنات، عرفتي داك الشيء كيحمق البنات، في اول تعليق غادي نخلي لكم الفيديو، اللي مازال ما شافوش يدخل يشوفوا البنات. المهم هذا 5 اورو 55. كاين هذا البنات، هذا الذره، هذا شفتوا شحال فيها، فيها 450 غرام، الثمن ديالها اورو 49. وكاين هذا الزبيب، هذا الزبيب البنات، فيه 450 غرام، الثمن ديالو البنات 2.39 اورو. البيستاج، البيستاج الاخوات فيه 400 غرام، الثمن ديالو
8.99 €. الزريعة جل أورو 39. الكوك يا اختي الكوك، اجي يجي الكوك. المهم الكوك البنات هذا هو كيجي فيه، فيه 450 غرام. الكوك البنات جل أورو 5.85. مش معكم العز ديال سامية، ولكن البنات راه كاين حتى هاد لاماركة هادي، يعني عندهم هاد الموديل هذا كاين، وكاين هاد الموديل هذا البرومير كاليتي البنات 3.45 €، وهاد الموديل هذا الاخوات داير 3.85 €. شنو جبت لكم اول مره كنشوفو هذا بغرير، بريباراسيون ديال البغرير، يعني مقادينو مصايبينو 4.55 €، فيه جوج ديال لي ساشي البنات ها نتوما. وهذه البريباراسيون ديال الحلوه، هاتي اختي هاتي كتجيب لك هذه شحال فيها من بياس، فيها 400 غرام، وكدير لك 44 بياسه، يعني 44 حلوه. الكاط اختي بريباري هانتي، الثمن ديالو 5 € البنات. هذا البنات كيجي مطحون، هذا فيه 400 غرام، 400 غرام مطحون، الثمن ديالو 6.99 €. كاين هذا البزار هذا البنات لاماخك ديال ساميه، هذا شحال فيه، فيه 500 غرام البزار البنات، الثمن ديالو 9.15 €. وكاينه هذه التحميره حتى هي فيها 500 غرام، لاماخك ديال ساميه البنات، الثمن ديالها 5.09 €. وكاين البنات البزار حبوب حتى هو فيه نص كيلو ما مطحونش، الثمن ديالو 9.55 €. كاين هانتي اختي تبارك الله راس الحانوت البنات، راس الحانوت فيه نص كيلو حتى هو 3.49 €. شوفوا البنات شنو قلت لكم، هنايا الزعتر هانتي اختي، شوفوا الزعتر 60 سنتيم تقريبا، الزعتر هذا شوفوا البنات 60 سنتيم. هايا كاين بزاف ديال لي موديل هكا الاخوات، تجيو تقلبوا ولا كنتو باغيين شي حاجه. هذا البنات القزبر يابس هانتي، ها القزبر يابس البنات 1.49 €. وهنا كاين الكامون، كاين هذا الموديل هذا فيه 100 غرام، هذا البنات دير 1.45 €. وكاين هذا الموديل هذا فيه 250 غرام، هذا الثمن ديالو 2.85 €. وكاين هذا لي موديل هادو فيهم غير 100 غرام، هذا هادو دايرين غير 1.59 €. شي كاع الطبزيرة البنات كلهم 1.55 €. أي حاجة بغيتوها البنات، هادو الكامون هادو فيهم غير 100 غرام. بركوكش هذا لاماخ ديال سامية البنات، بركوكش محمصة كله. شنو كيقول ليه البنات، كيطيب 12 دقيقة ديال الطاليان، لا بان ليا الحمر راية ديال الطاليان، ولكن سامية راه ماركة مغربية. الثمن ديالها 1.49 €. كاين السانتار البنات حتى هو 1.49 €. السانتار زوين البنات، زوين زوينين. السميده هادي ديال غونغ هي راه ماركه زوينه البنات، ديال غونغ هي اللي كنستعمل انا، زوينه البنات، الثمن ديالها 11.25 €. البنات راه رخيصه في غون فخي، غون فخي راه 5.5 كيلو البنات، دايره غير 7.90 € تقريبا، 7 €. المهم كيف قلت لكم راه نحط لكم الفيديو في اول تعليق باش تقارنوا ما بين الاثمنه والبلاصه اختي اللي رخيصه تقداو منها. هاد السميده هادي فيها المويان وفيها الفين وفيها اللي غليظه البنات، فيها 5 كيلو، الثمن ديالها 8.79 €. هادي رخيصه البنات، لاماخك ديال ساميه، لاماخك ديال ساميه غير 8.79 € البنات. ها هي 5 كيلو البنات، 5 كيلو البنات. هاد السميده ديال هادي الفين حتى هي، هاد لاماخك هادي حتى هي ديال غونا ولكن موديل اخر البنات. هادي راه دايرين ليها 12.90 €، 12 €. ما عرفتش شنو هو لا ديفيرونس ما بينها وبين هذيك، نفس لا مارك غونا غونا، هذه زايدين فيها السميده البنات. هذه ديال زكيه، كاينه فيها البنات الغليظه وفيها الرقيقه وفيها المويان حتى هي البنات، الثمن ديالها 9.55 €. 9.55 € البنات، 5 كيلو، لا مارك البنات بروميير كاليتي. حدقات ها نتوما الحدقات، جبت لكم السميد البنات ديال المسمن والخبز، اختصاصي البنات هذا غير في المسمن والخبز، شي حاجه رائعه البنات. الثمن ديالو 10.55 €، فيه 5 كيلو البنات. الموديل هذا البنات دقيق، هذا دقيق كامل 5 كيلو البنات. ها نتوما الاخوات دقيق، هذا سبيسيال ديال الخبز هذا البنات، ديال غونغ بروميير كاليتي البنات، ها هي بروميير كاليتي. زوين هذا البنات، راه دقيق كامل الاخوات، غير هو ما لقيتش الثمن ديالو. الورقة البنات، هاد الورقة راه واعرة الاخوات، هي اللي كنستعمل البنات، هي اللي كنستعمل ديما، فيها 10 ديال لي في البنات عن تجربة، راه زوينة. المهم نقول لكم الثمن ديالها 1.39 €. الموديل هذا حتى هو الاخوات، هذا نقول لكم الثمن ديالو 1.19 €. وكاين هذا الموديل هذا البنات حتى هو فيه 8 ديال لي في، هذا لاماخك ديال سامي هذا البنات،
الثمن ديالو اورو 85. وكاين حتى هذا الموديل هذا فهمت فيه 10 ديال اللفاي، هذا حتى هو البنات ديال الورقات، هذا الثمن ديالو اورو 45. وكاينه هذه الصغيره البنات هذه اللي طاي لا طاي صغيره دايره 95 سنتيم، حتى هي فيها 10 ديال اللفاي. ما ننساش ليكم البلبوله يا اختي، ما ننساش ليكم البلبوله، فيها كيلو البنات كيلو ديال البلبوله ب 2 اورو 89. الخير موجود تبارك الله، هادو اللي كيبقاو ديال ساميه حلال البنات ديروا لهم 2 اورو 55. لاصوص الجيريه هو من لا يعرفها، كاين هاد لاصوص هادي كناخذ هادي ما بزاف انا البنات 2 اورو 55 هادي حلال البنات، كاع لي مارك ديال ساميه كلهم حلال. المهم كاينين بزاف ديال لي موديل الاخوات، هادي ديال الهامبرغر، هادي ديال المهم كاينه ديال الباربيكيو، كاينه ديال لي سالاد، المهم بزاف ديال لي موديل الاخوات كلهم دايرين 2 اورو 55. الخميره البنات ها هي لقيت الخميره، حتى هي راه فيها 125 غرام، هادي كتجي مكسكسه البنات، الثمن ديالها 2 اورو فاصله 9 سنتيم. العشاق السترون مرقد لا مارك ديال ساميه البنات، الثمن ديالو 3 اورو 59 البنات. جومبو ديال الدجاج حلال البنات، ها هي حلال اورو 35. كاين هذه ديال البقري فيها 8 ديال لي طابليت اورو 29. درت لكم واحد الدويره بحال هكا كي زوينه، هذه كتعجبني ولكن شويه غاليه هذه البنات. لا مارك ديال ساميه 4 اورو 19، كتكون وحده حاره بزاف، هذيك الحاره اللي ما عرفتش فين هي، زوينه. المهم البنات كاينه هذه اللويزه، اللويزه الاخوات 3 اورو 25. كاين اتاي البنات 5 اورو 85، كتجي تبارك الله كبيره 500 غرام فيها نص كيلو. كاين الزيتون لا مارك ديال ساميه البنات، الزيتون ها هي اختي الرايه ديال بلادك، ها هي الرايه ديال المغرب، الثمن ديالهم 3 اورو فاصله 8 سنتيم. التمر، التمر البنات نقول لكم التمر هذا ديال الجزائر، هذا التمر هذا ديال الجزائر 6 اورو 79. وكاين هذا التمر، هذا شنو هو هذا التمر، هذا ولا عجين ديال التمر، هذا البنات جاني بحال عجين ديال التمر، الثمن ديالو البنات 2 اورو 85. هذا البنات لا مارك ديال ساميه، هذا البنات بنكهة العسل، شو البنات هذا شحال فيه، فيه كيلو كيلو البنات الثمن ديالو 2 اورو 65 البنات. مزهر هذا مزهر لا مارك ديال ساميه اورو 69. هذا السكر فاني هذا شوف الاخوات ديال لا مارك ديال ايديال، الثمن ديالو اورو 26. وكاينه هذه ديال الخمارات ديال الحلوه فيها 10 ديال لي ساشي اورو فاصله 8 سنتيم. جوز ايتي للاخوات اللي فيه 450 غرام، 450 غرام الثمن ديالو 7 اورو 15. وكاين هذا اللوز هذا اللي كيجي البنات ما فيهش القشره، فيه 450 غرام حتى هو، الثمن ديالو 5 اورو 99. وكاين هذا الزبيب هذا البنات الثمن ديالو 5 اورو نو 2 اورو 85 فيه 450 غرام حتى هو. صافي البنات كاينين بزاف بزاف ديال الهميزات اللي لقيت اليوم. هادشي ديال الكاشير البنات تبارك الله شحال عندهم، كاين هاد الكاشير هذا البنات، هذا داير اورو 95، ها الكبير ديالو البنات 2 اورو 19. المهم ندير لك واحد الجوله بحال هكا تعرفوا البنات، تبارك الله وصلت عندي هادشي الغيون ديال الحلال عندهم كبير بزاف البنات. شوف هاد البات بيتزا راها حلال، ها هي الاخوات بات بيتزا، شوف البنات بات ديال البيتزا حلال، ها هي الاخوات فيتي البنات، هاي البنات جاهزة حلال. شو الأخوات كيف هانتوما البنات، الثمن ديالها أورو 75. هادي عشاق بنية مع بشرى ليو كلشي لا يسهل، مكينش المستحيل، حتى من قنية هي نجيبها ليكم البنات. هانتوما البنات فيها كيلو يعني 66، يعني بحال كيلو ونص، كثر من كيلو ونص البنات، 27 أورو فاصلة 57. شوف البنات هانتوما البنات عندهم مرقاز ما عرفت شناهي هادي، أرنب هذا السطر، هذا هادو الفخيضات ديال القنية، وهادو البنات الصدورة ديال القنية، السنسول مع الصدر هاكا، شوف البنات هادو دايرين 20 أورو 17 أربعة، هاد الشكل هذا مرقاز عندهم البنات. اللحم كلشي كاين، كفتة هادا داير 4 أورو 35، الكفتة البنات 5 أورو 39. كاين هادي ديال الصدورة شوف البنات فيها دايرة 18 أورو، فيها كيلو 540 غرام،
في البنات 18 اورو او 40 فهموا البنات بزاف ديال البنات فيها 10 10 البنات 10 اورو 95 فهموا كاين بزاف ديال لي موديل. كاين هذا الموديل هذا حتى هو اللي تا هي كفته فيها 2 كيلو حلال البنات الثمن ديالها 15 اورو 85 واري البنات فيها 800 غرام 6 اورو 85 كاينه هذه الكفته فيون داشي البنات حلال فيها 800 غرام 11 اورو فاصله 5 سنتيم. هذه ديال الشاورما زوينه هذه العشق الشاورما البنات شو راه كتجي زوينه هذه نقول لكم فيها 900 غرام ديال الدجاج فيها دايره 10 اورو 95 زوينه هذه لو ديروا الشاورما في الدار البنات كيحطوا لكل شيء حلال الاخوات كنت هي دجاجه صاينه ها هي حلال البنات شتي ما عرفتش شنو الثمن كاين هذه الدجاج محمر البنات دجاجه محمره كاين هكا الخوضه شو هادو صدوره هادو ولا شنو مالو 4 اورو 20 كاينين هكا الصدوره 10 اورو 34 كاينين الفخيضه هادشي البنات فهموا كلشي كلشي كاين عندهم البنات جبت لكم هاواي تل عندكم كاع ما تسمحوا ليا هاي الاخوات هاواي الثمن ديالها 2 اورو 69 نقول لكم شحال فيها البنات شحال فيها 2 ايطر البنات دولار البنات المسمن ها هو جبتو لك حلال فيه 5 ديال لي بياس ها المسمن معمر بالفرماج ها المسمن معمر بالخضره فريمون البنات اش غنقول لكم راه كندير كثر من مجهودي البنات باش نرضيكم كنتمنى يا ربي هذه الجوله تنال الاعجاب ديالكم ما تبخلوش عليا البنات بواحد جيم بارطاج الفيديو باش كلشي يستافد كنبغيكم بزاف مع السلامه.